السلام عليكم. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله هنتكلم فيه على بطاقة جولين دومين ديال اللغة العربية. سبق لي حطيت في القناة بطاقة جولين دومين باللغة الفرنسية. اليوم بغيتكم تعرفوا على البطاقة جولين دومين باللغة العربية الفصحى. باش الطفل كيتعلم عدة لغات، كاين تانية الإنجليزية فيها الألوان، فيه بطاقة خاصة بالأرقام. هاد بطاقة جولين دومين ولا هاد منهج عديد كما كتشوفوا. هاد البطاقات كتلقاي من الألف حتى الياء، وكل بطاقة فيها الحرف مرافق بالصورة والكلمة كيفاش كتكتب. هاد البطاقات كنعلموهم الطفل عن طريق التمرير، كنمرهم قدامه، كنكونوا شادينهم وكنمرهم قدامه كيلاحظ. انتي كتقراي لي كتقولي ألف أرنب، تاء تمساح، باء بطريق، هكا لمدة دقيقتين أو دقيقة. ضروري الطفل يركز معك واحد شوية شوية يمل. علاش ما خاصكش تطولي معاه التمرير ديال هاد البطاقات؟ مرة واحدة ولا جوج صافي وخليه يلعب. من بعد عاوتاني مريهم ليه لمدة 4 مرات في النهار. نمشي وتكوني مثالية، بدا يتمريهم قدامه باش الطفل ما كيملش. كما كتشوفوا هادو بطاقات مصغرة، نوريكم بطاقة المكبر ديال جولين دومين. كتشوف هادو كتلقى الحرف مرافق بالكلمة ومع الصورة، وكيفاش كتكتب الحرف أول كلمة في وسط وسط أول كلمة، أول كلمة وسط الكلمة وآخر الكلمة. هنا نفس الشيء مع الصورة مكبرة، هذه كتسمح للطفل باش يكتب في هاد البطاقات بالستيلو فوتخ، يعني كيكتب وتمسح. البطاقات تلقاهم غير في المكتبة. ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الى الفيديو القادم ان شاء الله.